مرحبا، اليوم نرفع لربنا التعصب. أدي الكلمة هاي صعبة وقاسية، ليه؟ لأنه إذا بنرجع للكتاب المقدس شو بيقول؟ بيقول ربنا جبل آدم ونفخ فيه من روحه. يعني كل واحد فينا جوا روح الله، فأصبح آدم نفسا حية. كل واحد فينا حامل جوا روح الله، لأنه إحنا خلقنا على صورته ومثاله. ليش أتعصب؟ ولمين؟ ضد مين؟ ضد أخوي اللي جواه روح الله؟ لو جينا نفكر بهالبساطة هاي، أدي بسيطة الشغلة، نشوف إنه هالقبالي روح الله موجود فيه، صورة الله ومثاله موجودة فيه. هل بفكر إني أأذي، أو هل بفكر إني أنا أتعصب زيادة وأقتله؟ هل بفكر أعمل حروب أو أكون في جماعات بس تأذي وتشرد ناس وتقتل ناس وتجوع ناس وأعمل خراب بهالأرض؟ أدي كلمة صعبة التعصب، وأدي أصعب إنه إحنا ننسى إنه أخوي زيي مجبول على يد الله ومن روح الله وعلى صورته ومثاله. عشان هيك اليوم نرفع إليك يا رب هالتعصب هذا، ونتمنى مع الطفل يسوع ينزل الحب، الحب الحقيقي اللي بيجمع كل الإخوة مع بعض، رغم اختلافهم، رغم اختلاف طوائفهم وأديانهم، جنسياتهم، ألوانهم، لغاتهم، حتى تفكيرهم، لأنه بالحب نقدر نغير كل الدنيا. إليك نرفع يا رب، فأعن واستجب.